السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، كتير من الأوقات بتمر بينا أزمات وبتمر بينا محن بنظن إن هي شر، وبنظن إن هي بالنسبة لنا شيء وحش جدا، شيء مكروه للنفس، ولكن في الحقيقة خير كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. عايز أبدأ معاكم بمثالين مهمين قوي علشان أقول لكم إحنا ممكن نتعب في الدنيا شوية، بس الخير اللي جاي من وراء التعب ده خير عظيم جدا. مهندس من المهندسين راح يشتغل في مكتب هندسي، ما شاء الله صاحب المكتب حس ان المهندس ده حد ما شاء الله ممتاز جدا ويجي منه ان يبقوا حاجه كبيره جدا، فكل يوم ينزلوا مواقع. لا، ده في اليوم الواحد كان بينزلوا موقعين واثنين وثلاثه في عز الحر او في عز البرد، وكان دايما المهندس ده شايف ان الراجل ده بيقدره بيبهدله بيتعبه جدا، ويعني مش عارف هو ليه بيعمل معاه كده. كل المهندسين قاعدين مبسوطين مرتاحين، هو اللي كل شويه ينزل ويتعب. بس سبحان الله بعد فتره لا، مستواه بيعلى جدا جدا، وبعد فترة بقى المهندسين الناجحين جدا جدا في مصر، بقى من أشهر 4-5 مهندسين في مصر كلها. لما كان دايما بيقعد معايا وبيكلمني عن حاله في بداية حياته وقد إيه المهندس صاحب الشركة أو صاحب المكتب الهندسي كان بيبهدله، يقول سبحان الله أنا عرفت إن البهدلة بتاعت زمان هي ما شاء الله فتحة الخير الكبير جدا عليا. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن، وكلنا شايفين إن السجن بلاء وشدة ومحنة وقع فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن سبحان الله اللي جاي من بعد السجن هو الخير الكبير اللي لازم يكون ضربته ان انا لازم اخش السجن. دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن اللي احنا شايفينه شر لا تحسبوه شرا لكم، واحنا فوجئنا ان هو كان عين الخير ليوسف عليه الصلاة والسلام. على فكرة لعيبة الكورة دايما قبل البطولات الكبيرة علشان يفوز ببطولة كبيرة جدا لازم يخش قبلها معسكرات، المعسكرات دي بيتبهدل فيها تدريب وبيتبهدل فيها لعب وتمرينات والكلام ده. حد في يوم من الايام شايف ان التدريب او المعسكرات اللي قبل البطولات شيء ضر او شيء وحش؟ لا طبعا، احنا شايفينه حاجه كويسه جدا، لان ده اللي هيخلينا بعد كده نخش البطولات ونحقق مراكز. هي دي بالظبط طبيعه الحياه. طبيعه الحياه انك لازم تتعب شويه، بس كميه الخير اللي بيجي من وراها بيبقى خير عظيم قوي. سبحان الله، يوسف عليه الصلاة والسلام كان لازم يخش السجن. ليه يخش السجن؟ عشان يشوف المظلومين ويشوف الناس اللي في وقت شدتها وفي وقت ضعفها وفي وقت حاجتها، علشان بعد كده لما يطلع ما يظلمش. كان لازم المعنى ده يوصل. الصحابة رضوان الله عليهم في مكة اتبهدلوا بهدلة شديدة جدا، عذاب وبلاء ومحنة، وبعد كده يضطروا من مكة يروحوا هجرة الحبشة الأولى وبعدها هجرة الحبشة الثانية، ويبعدوا عن أهلهم ويبعدوا عن أوطانهم. سبحان الله، كل ده تدريب علشان هو لما داء زمان طعم الظلم لما بكرة يسود الأرض ما يظلمش أبدا. المعنى ده محدش يفهمه إلا الإنسان اللي ما شاء الله مر بالمعنى ده. إحنا في الصيام وإحنا في شهر كريم وإحنا في رمضان، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نصوم ونبتعد عن الأكل ونبتعد عن الشرب؟ معنى مهم جدا. أنا تعبت بس سبحان الله حسيت بالفقير وحسيت بالمسكين وبدأت أجري عليهم. أحكي لكم موقف عجيب جدا عشان اقول لكم دايما ان البلاء بيكون خير عظيم جدا للانسان، بس هو مش واخد باله اصلا. حديث دو مرضاكم بصدقه، كلنا كنا حافظينه وكلنا كنا بنعمل بيه. في بعض الاوقات انا في سنه من السنوات دخلنا رمضان، من حوالي 3 سنوات بالظبط دخلنا رمضان وانا قلبي مش معايا خالص، وحاسس ان قلبي بعيد عني، وانا عمال ادعو ربنا سبحانه وتعالى في التراويح وفي الصلوات، يا رب خلاص ما عادش الا 3 ايام على التهجد، يا رب يعني نفسي قلبي يحضر كده، عايز قلبي يرق، احنا في رمضان. وسبحان الله ربنا رزقني في الوقت ده بعمر، وعمر اول ما اتولد دخل الحضانه، عمر مات في الحضانه مرتين. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قدر ان قلبه يقف مرتين، ومع كل مره انا في الوقت ده كنت من اول رمضان عايز احضر قلبي، قلبي مش حاضر معايا في رمضان. ساعه ما عمر اول ما رزقت بابني عمر ودخل الحضانه، قلبي اتكسر قوي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اقل ايه كانت بتاثر فيا، اقل ايه كانت بتخليني اعيط، اقل ايه كانت بتوجعني قوي، حسيت فعلا بمعنى الايات وحسيت بطعم رمضان. سبحان الله، الدكتور قال لي خلاص عمر، بلغ والدته ان عمر خلاص بينتهي، عمر بيموت.
رجعت المسجد صليت ركعتين هما احسن ركعتين صليتهم في حياتي كلهم، ودعيت ربنا كتير، طلعت صدقات من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاكم بالصدقه. وسبحان الله ربنا شفى عمر بين عشيه وضحاها، ربنا شفاه بعد ما مات مرتين في الحضانه، وربنا اكرمه كرم شديد جدا، وانا زاد يقيني اكتر في حديث النبي دعوا مرضاكم بالصدقه. انتوا احبابي اصبح من الاعمال المهمه جدا في حياتي الصدقه، وعرفت قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيدفع بيها الضر، فعلا هي سبب من الاسباب. ما كنتش هتعلم المعنى ده الا مع البلاء اللي انا اتحطيت فيه، وقلبي ما كانش هيتكسر بايدين ربنا الا في البلاء اللي اتحطيت فيه، وما كانتش عيني هتدمع في الصلاه ولا في الدعاء الا لما اتحطيت في البلاء اللي انا اتحطيت فيه. كان لازم ده يحصل، كان لازم البلاء ده يمر، كنت ظن ان هو شيء وحش خالص، لا والله ده كان قمه النفع للانسان. كل واحد فينا كده بيمر بمرحله هو شايفها سجن مع انها خير عظيم جدا هو جاي له من عند ربنا سبحانه وتعالى. على فكره البلاء ده هيزول ان شاء الله، البلاء اللي انت وقعت فيه هيزول ان شاء الله، وهيجي من وراه خير كبير جدا جدا جدا. الصحابه غاروا في غزوه حنين وحصلت الهزيمه لما كان في قلوبهم في قلوب بعضهم عجب وكبر، لما قالوا لن نهزم اليوم من قله، لما دخل البلاء في القلب، لما دخل العجب في القلب كانت الهزيمه من بعدها خلاص، كانوا حريصين ان العجب ده يخرج من قلوبهم. كان لازم تحصل شده ودن شويه، ليه؟ علشان المرض ده ما يرجعش تاني. الصحابه رضوان الله عليهم في غزوه احد، في غزوه احد كانت مصيبه كبيره جدا، ربنا سماها مصيبه، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها. ليه؟ كان بسبب ان بعض الصحابه خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، بس من بعدها بعد ما اتقرصوا في غزوه احد وداقوا المرار في غزوه احد وداقوا البلاء اللي كان في غزوه احد وشافوا الناس اللي ماتت والناس اللي اصيبت واللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعدها، الجيل ده كان جيل اتباع، فضلوا ما شاء الله حافظين الدرس كويس جدا. ربنا سبحانه وتعالى في كتير من الاوقات بيبتليك، ربنا سبحانه وتعالى في كتير من الاوقات بيبتليك. ليه؟ علشان اقول لك المعنى الجميل ده. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: مصيبه تقبل بها على الله خير لك من نعمه تنسيك ذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن في بعض الاوقات البلاء ده ينزل علشان نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الثاني، ممكن في بعض الاوقات ربنا يبتلينا عشان قلوبنا تتكسر ونبدا نرفع ايدينا وندعو الله سبحانه وتعالى. كان الامام سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما يكرهه العبد خير له مما يحب، لان ما يكرهه العبد يهيجه على الدعاء، يهيجه على الدعاء، وما يحبه يلهيه عن الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى في بعض الاوقات بيبتلينا ببلاء علشان نرفع ايدينا ونقول يا رب. ياما شفنا ناس في المستشفيات اثناء الزيارات مع الشباب لما ناخدهم زياره للمستشفيات، ياما شفنا شباب كانوا بعيد عن ربنا وربنا هداهم لما ابتلوا بالمرض. كان الفضل بن سهل رحمه الله يقول: في العلل اي في الامراض والبلاءات اللي بتصيب الانسان لنعما لا ينبغي على العبد ان يغفل عنها، فهي تمحيص لذنبك. البلاءات اللي انت بتمر بيها هي تمحيص لذنبك. اثنين، وتعرضك لثواب الصبر. ثلاثة، وهي توقظك من الغفلة. أربعة، وتذكرك بنعمة الله عز وجل عليك. خمسة، وهي تستدعي التوبة، بتخليك دايما تستدعي التوبة فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ستة، وهي تحضك على صدقة. البلاء دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الإنسان علشان يرجعه للطريق مرة تانية. ما ابتلاك الله عز وجل، ما ابتلاك الله عز وجل لما ملت على الطريق من باب العقوبة، إنما ابتلاك ليردك الله سبحانه وتعالى إلى الطريق مرة ثانية. في كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الإنسان علشان يديله أجر عظيم جدا في الآخرة. افتكر إن كل لحظة أنت بت فيها أو نمت فيها وأنت مهموم أو أصابك هم أو غم، إن كل لحظة بتعدي عليك أنت بتاخد فيها حسنات وربنا يمحو عنك كثير من السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن في نفسه، في ماله، في ولده، حتى يذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله له به من خطاياه. عظم الجزاء عند ربنا سبحانه وتعالى على قد البلاء اللي انت عشت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما يكون بلاءك أكتر يكون أجرك عند ربنا سبحانه وتعالى أعظم وأعظم. والنبي قال لنا: والله لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، بالمناشير اتقطعت أجسامهم حتت، لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. يوم ربنا يفرغ من فضله وخيره على أهل البلاء، ساعتها يتمنى أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض. البلاء عمره ما كان شر،
البلاء هو خير حقيقي لك، زي سجن يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف دخل السجن، يوسف دخل السجن، فكان لازم لازم السجن علشان يطلع منه عزيز مصر، وعلشان المصيبة تهون عليك أكتر، ارضى بيها. صدقني كلما كنت أكثر رضا عن المصيبة، كلما كان الله سبحانه وتعالى يغير لك من حالك. أضرب ليكم مثال بسيط. أنت في يوم من الأيام غلطت، ولما غلطت دخل باباك عليك وضربك بالقلم، طبعا ده حرام، الضرب على الوش حرام، وضربك بالقلم، فأنت قعدت في جنبه وقعدت تعيط وتقول أنا غلطان، أنا عملت الغلط ده وأنا معترف إن أنا غلطان، وقعدت تعيط. والدك بيعمل إيه؟ والدك أول ما بيشوفك بالحالة دي يعني بياخدك في حضنك، في حضنه كده، ويقول لك يا ابني ما عدتش تعمل كده تاني، وما عدتش تغلط، وأنا ما بحبكش تغلط، وسبحان الله تلاقيه بيكافئك كمان. طيب ولو تنحت مع والدك بعد ما ضربك القلم الأولاني، هتكون نتيجة إن البلاء هيزيد أكتر، الضرب هيزداد. ولله عز وجل المثل الأعلى. لو ابتلاك الله عز وجل في يوم من الأيام ببلية، ارضى بيها، وصدقني الرضا ده هو مفتاح زوال هذا البلاء، مفتاح زوال هذا البلاء. اتنين، علشان البلية دي تهون عليك، خليك على يقين دايما إن البلاء ده كان لحكمة عجيبة يحبها الله سبحانه وتعالى، ممكن في بعض الأوقات إحنا ندركها وفي بعض الأوقات إحنا لا ندركها. ثلاثة، تذكر دايما الفضل والثواب العظيم اللي ممكن أنت تناله من وراء هذا الفضل. أذكر لكم مثال. سيدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله كان في غزوة من الغزوات في الروم، وبعد الغزوة لما ربنا سبحانه وتعالى نصر المؤمنين، حد من الناس اللي كانوا بيجاهدوا مع المؤمنين قعد يعيط عياط شديد جدا، فبيقولوا له بتعيط ليه؟ قال لهم الفرس بتاعي مات. طب قالوا له، طب يعني جاب ابن المبارك وقال له خلاص الفرس بتاعك مات، خلاص انا اشتريه منك ب 700 درهم. طب الفرس ميت انت مش هتنتفع بيه؟ قال له انا اشتريه ب 700 درهم. اشترى ب 700 درهم، رجع الراجل بيته ومعاه 700 درهم مكان الفرس، نام بالليل فرأى رؤية ان هو دخل الجنة، فلما دخل الجنة لقى الفرس بتاعه واقف وراه 700 فرس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهو رايح علشان ياخد الفرس بتاعه، لقى ملك من الملائكة بيقول له ده مش فرسك، ده بقى بتاع ابن المبارك. طلع تاني يوم الصبح جري على ابن المبارك وبيقول له يا ابن المبارك خد ال 700 درهم بتوعك وسيب لي الفرس بتاعي علشان اخد ال 700 اللي كان وراه في الجنة. قال له لا انت لازم تقول لي ايه اللي حصل. فقال له رأيت في رؤيا كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له يعني ما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يقظة، ما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يقظة. في كتير من الأوقات لو تذكرنا ثواب ربنا سبحانه وتعالى، ثواب ربنا سبحانه وتعالى، صدقني والله يعني تهون عليك المصيبة. آخر حاجة عايز أختم بيها، قد يكون الخير كامنا في الشر، والخيرة فيما اختاره الله. ارضى دايما باختيار ربنا ليك، وصدقني هو ده الخير ليك، وهيبان ليك بعد فترة بسيطة قد ايه ان هو ده الخير وانت ما كنتش تعرف. لما فتح المسلمين بلاد الهند، كان حدود مملكه المسلمين مع حدود مملكه عباد بوذا، مفيش حدود بينهم. فملك من ملوك المسلمين في الوقت ده كان بيحب الصيد، خد الوزير بتاعه اللي كان دايما بيخرج معاه في رحلات الصيد، اصطادوا غزاله وهم جايين بيذبحوها في القصر، السكينه جرت على ايد الملك قطعت الصبعين دول. فلما قطعت الصبعين دول، سبحان الله سبحان الله، أول حاجة قالها الوزير الخيرة فيما اختاره الله، الكلمة اللي كان دايما الوزير بيقولها الخيرة فيما اختاره الله. فالملك قال له أنا صابعي اتقطع وأنت تقول لي الخيرة فيما اختاره الله، خلاص ارموه في السجن. طب ده أنا صاحبك، ده أنا كنت بخرج معاك دايما في رحلة الصيد، وبعدين أنا قلت الحق، الخيرة فيما اختاره الله، ارموه في السجن. بعد فترة تدمر الأيام ويطلع الملك علشان يصطاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تتبع الصيد غفل، غفل الملك ده عن مملكته. دخل في مملكة بوذا في يوم عيد، لازم يتقربوا في اليوم ده بحد كقربان يذبحوه على عند بوذا. فقالوا خلاص احنا مسكنا حد غريب مش من ارضنا، هو ده اللي يكون القربان اللي نقدمه لبوذا. وبالفعل خدوا الملك ودخلوه عند بوذا، ولسه جايين عند عليه علشان يذبحوه، الراهب قال لا سيبوه سيبوه، ليه؟ عنده صبعين مقطوعين، ولازم الحد اللي يتقرب بيه لبوذا يكون كامل. خرج الملك وهو موقن فعلا ان الخيرة فيما اختاره الله، راح جري على مملكته، دخل القصر، نادى الحراس قال لهم هاتوا لي الوزير. طلع الوزير قال له طب انا الان ايقنت ان الخيرة فيما اختاره الله، وانا عرفت دلوقتي ان الصبعين دول لما اتقطعوا كانوا خير عظيم ربنا سبحانه وتعالى مقدره لي، بس انا ما كنتش شايفه. بس انا عايز اسالك سؤال، انت دخلت السجن فين الخيرة فيما اختاره الله وانت دخلت السجن مظلوم؟ قال له ايها الملك من يرافقك في رحلات صيدك؟ قال أنت. قال وإذا كنت أنت قد نجوت لقطع الأصبعين فمن الذي سيكون قربانا لبوذا من بعدك؟ قال أنت.
قال: فكان السجن خير لي والخيرة فيما اختاره الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير بإذن الله عز وجل. بلاء يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن احنا شايفينه حاجة سوداء كده قدام عينينا، لا والله ده دي البوابة اللي يطلع منها يوسف عزيز على مصر بإذن الله. الخيرة فيما اختاره الله، البلاء اللي ربنا قدره عليك خير كبير جدا، ارضى اصبر احتسب هات الأذكار تذكر الأجر العظيم، ساعتها تهون عليك المصيبة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء ويرفع عنا المحن وينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يا يوسف عند متاعنا